انه معانا على الهاتف الفنان احمد فهمي. تحياتي وتحيات فريق العمل وكباتننا الكبار اللي مشرفينا النهارده. يا كابتن ايمن، ازاي حضرتك؟ انا مش ما قداميش تلفزيون، بس مش عارف مين مع حضرتك. معاك كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، كابتن محمد يوسف، كابتن عادل مصطفى. تحياتي طبعا لكابتن يوسف اللي جاب لنا افريقيا قبل كده وفرحنا، وتحياتي لكابتن اسامه، وتحياتي لعادل طبعا حبيبي وصاحبي، وتحياتي لكابتن علاء ميهوب. اهلا وسهلا بيك. الف 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 مليون مبروك يا ابو حميد. الحمد لله. انا مش عارف انتوا ليه عاملين استوديو تحديد. ما خلاص يا جماعه، ما ده للفرحه بس، ده استوديو للفرحه بس. احتفلوا وبتاع، ما تتكلموش بكوره، خلاص احنا خدنا افريقيا. لا لا لا، ما اتكلمناش بكوره بعد الماتش خالص، احنا عاملينه استوديو فرحه بس. بالظبط، احنا نفكر بقى في ماتش البايرن، نفكر في الماتشات الثقيله اللي هنعملها بعد كده، كاس العالم للانديه ان شاء الله، لكن ما تفكرش بقى في حاجات خلاص تاني كده. لا لا، احنا عندنا النهارده وبكره نفرح زي ما احنا عايزين. الحمد لله الحمد لله. وعايز اقول لك حاجه، يعني فكرني باجواء ماتش السكسي جون ابو تريكه. ايوه. ويمكن اكتر كمان، يمكن اكتر كمان، لان في ناس كتير قوي ما عندهاش ثقافه النادي الاهلي. احنا لحد صحيح. اخر دقيقه عارفين ان النادي الاهلي هيخلص، وعارفين ان النادي الاهلي كبير، النادي الاهلي بشخصيته مش فارقه ان عندنا دكه ما عندناش دكه، اللعيبه جاهزه مش جاهزه، النادي الاهلي بيجي بشخصيته يا كابتن. والف الف الف مبروك، احلى ماتش حضرته في حياتي ده حقيقي. يعني حضرت 6-1 وحضرت ماتشات كتير جدا، لكن ده احلى ماتش انا حضرته في حياتي حقيقي. يعني هو يمكن عشان جاي بعد غياب كبير جدا من 2013، يمكن ما خدناش البطوله الا النهارده. وتوقيت المكسب يا كابتن ايمن، طبعا توقيت المكسب نفسه طبعا. يعني احنا اتجننا في الاخر يعني، لكن الحمد لله يا رب. النادي الاهلي دايما هو اللي مفرحنا اكتر من اي حاجه، اكتر من صحيح من اي حاجه في الدنيا. صحيح. كلنا ايا كان شغلنا ايه، ممثل، لعيب كوره، موظف في بنك، النادي الاهلي هو بيتنا وهو اللي بيفرحنا دايما يا كابتن. كان عندك ثقه من جواك ان النادي الاهلي ممكن يحسمها في اي وقت النهارده؟ طبعا يا كابتن، النادي الاهلي انا متربي جوه النادي الاهلي، فانا عارف ان في اي لحظه انا هنخلص، احنا هنخلص في اي لحظه، ولسه والله العظيم احنا هنفرح يومين، ده الفرق بين النادي الاهلي واي نادي تاني. صحيح. احنا هنفرح يومين وهنبتدي نفكر في اللي بعده، مش هنعيش عليه 20 سنه و30 سنه، خلاص. باذن الله ان شاء الله مزيد بالبطولات والسوبر وكاس مصر وكاس العالم ان شاء الله انديه، باذن الله مزيد من الانتصارات لنادي الاهلي. والف الف الف مبروك يا احمد. انا متشكر جدا، وتحياتي لكل النجوم اللي اسعدونا كتير جدا زمان، كابتن اسامه وكابتن علاء وكابتن يوسف وعادل طبعا حبيبي، وان شاء الله يا رب كاس مصر كمان معانا، وباذن الله كاس العالم للانديه نعمل حاجه. كان ليك صورة النهاردة مع عمرو فهمي تقول ايه عليها؟ بص، عمرو فهمي مهما اتكلمت عليه وحبه للنادي الاهلي، والله العظيم مش هوفي له حق، ومش الكلام ده عشان عمرو اتوفى او حاجة زي دي خالص والله. عمرو كان من اكتر الناس المخلصة للنادي الاهلي، ولما مسك حتى منصب في الاتحاد الافريقي، عمرو اخويا وصاحبي وساكن في البيت اللي جنبي على فكرة في الكومباوند. ايوه. فاحنا علاقتنا قوية جدا. فانا حتى كاهلاوي اول ما عمرو مسك المنصب قلت له حلو، النادي الاهلي هيتظبط، قال لي الاهلي مش محتاج. عمرو كان فير جدا، الناس اللي بتخبط في عمرو ربنا جاب له حقه، وعرفنا ان احمد هو اللي فاسد. النهارده في عيد ميلاد مصطفى فهمي، النادي الاهلي بياخد بطوله افريقيا. البطوله دي انا شخصيا بهديها لروح عمرو فهمي، ودي اقل حاجه نديها له. ومؤمن زكريا طبعا، يعني مؤمن احلى لقطه النهارده في الماتش كله. لكن انا عمرو عشان بشكل شخصي يمكن الموضوع عدى عليه شويه، فحابب ان احنا نجيب سيره عمرو كتير. والراجل ده كان بيروح ورا النادي والله، احنا كنا من واحنا صغيرين انا وهو، مفيش ماتش بره او جوه بنفوته. فدي اقل حاجه هديها لعمرو فهمي. هي بطوله كبيره وغاليه جدا، بنهديها لعمرو فهمي، وبنهديها لمؤمن زكريا، وبنهديها ربنا يشفيه، وبنهديها لكل جمهور الاهلي العظيم. قول لي بقى ايه اللي حصل بالظبط لما جول قفشه جه؟ جول قفشه جه ده انا والله العظيم تقريبا كسرت كل الحاجات اللي حواليا، يعني والله العظيم انا شفته والله يا كابتن ايمن، انا هرجع اتفرج عليه، انا شفته، عارف لما تشوف خيالات كده كانك في حلم. الكوره راحت الحمد لله، هم لما تعادلوا، برضه انا عندي ثقه. انت كنت بتتفرج فين؟ انا في الاستاد. كنت في الاستاد؟ ها؟ انا راجع في الطريق دلوقتي. ايوه. بس انا عايز اقول لك ان كان في زملكاويه كتير قاعدين معانا، احنا قاعدين في الحته اللي هي فوق، كنا قاعدين اهلاويه زملكاويه كتير. طب قول لي الزملكاويه اللي كانوا قاعدين جنبك، كانوا قلقانين؟ كانوا خايفين؟ كانوا واثقين؟ طبعا طبعا، لا لا لا، كانوا قلقانين جدا. هو بس بعد الجون اللي هم اتعدوا
اخذوا ثقه شويه. ايوه بس انت بقول لك هي شخصيه النادي الاهلي، انت تقدر تخلص في اي وقت، انت كجمهور بقى عندك ثقه اتبنت بينك وبين ناديك وفريقك ان في اي لحظه انت هتفرح. في الاخر التاريخ ما بيذكرش غير البطولات يا كابتن، صحيح، ما بيذكرش اداء، ما بيذكرش اهداف خالص. يعني مهما قلت لي جون حلو وجون مش حلو، مش هنفتكر ده بعد سنه خلاص. فانا بقول في الاخر، بس عايز اقول لك حاجه، جول قفشه كان حلو، جون قفشه حلو جدا طبعا، جون قفشه حلو جدا، بس جون ببطوله، ده جول بطوله، جون صحيح، جون ببطوله، مش جون يعني مش 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 مش, مش ببطوله مهارات، يعني مش بطوله مهارات يعني، فاهم؟ ففي الاخر انا بقول هم عملوا ماتش كويس قوي نادي الزمالك. احمد سيد زيزو ده لعيب كبير جدا 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 جدا، ده حقيقي عشان اديله حقه. صحيح. شيكابالا جاب جون حلو، بس طبعا هو جون مش مؤثر في اي حاجه. جول تعادل يا فندم، جول تعادل، يعني مش مؤثر خلاص بعد ما الماتش خلص والبطوله اتكتبت في تاريخنا خلاص. هو جون يعني يعني ما اعتقدش ان هو هنفتكر او هنفتكر البطوله في الاخر يعني. صحيح. ألف ألف مليون مبروك يا أبو حميد، وشكرا جزيلا على المداخلة الجميلة دي. ربنا يخليك ومنورنا دايما حبيبي. الله يخليك يا حبيبي، شكرا.